ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج عشاق القرآن. لم يقتصر حفظ القرآن على أئمة المساجد أو العلماء أو الدعاء. القرآن موجود في حياتنا اليومية، مرتبط بنا كمسلمين. عامل يعمل في بقالة حفظ القرآن واستطاع إتقان تلاوته وتجويده. دعونا الآن نتعرف على شخصية هذه الحلقة ونعرف قصتها وحياتها مع القرآن. حسين حمود بن زايد، عامل يعمل في بقالة لبيع المواد الغذائية. حفظ القرآن برواية حفص عن عاصم. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا. نحن الآن بجانب ضيف هذه الحلقة، الحافظ حسين الذي يعمل في البقالة والذي حفظ القرآن وأجاد إتقانه وتلاوته وتجويده. حسين، بإمكانك أن تعرفنا وتعرف المشاهدين عنك، وكيف كانت بداية حفظك وقصتك مع القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حسين حمود بن زايد من يافع. كان مشواري مع القرآن الكريم في بداية الأمر في منطقة رخمة في مسجد أبي عبيدة بن الجراح، وأخذنا مشوار في هذا المسجد يتجاوز 5 أجزاء. ثم بعد ذلك في الصف الثالث ثانوي قررت أن أذهب إلى مركز أرصد العلمي، لأن هذه سنة يعني شبه معطلة من الدراسة. وذهبت إلى المركز، وكان هذا المركز يعني يقيم دورة لمدة 6 أشهر، وكانت هذه الدورة أول دورة في المركز. بعد ذلك بحمد الله انتقلت إلى عدن، وتوفقت في دورة أقيمت في مسجد الهدى، وكان على رأس هذه الدورة الشيخ عباس بافضل، وكان مدة هذه الدورة 1 شهر، وكانت تهدف إلى إتقان القرآن الكريم. وبعد ذلك انقطعت عن الدورات وأخذت المشوار منفردا مع بعض المدرسين في المنصورة، في مدينة المنصورة. الذي جعل الحافظ حسين يتجه للقرآن الكريم هي الأسرة، فتعلق الأسرة وحبهم للقرآن الكريم جعل لها دور كبير في التأثير على توجيه الحافظ نحو القرآن. جعلني أتي إلى حفظ القرآن الكريم الأسرة كانت محافظة ومهتمة في الجانب الديني، وكنا نتعلم في مسجد الغرية، وبالأخص بين الإذان والإقامة في وقت المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب ترابا، وكأسا دهاغا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لحياة الحافظ حسين مع القرآن حياة يعيشها بأجواء جميلة ورائعة ويشعر بها دائما عندما يكون برحاب القرآن، وهذه من خصائص القرآن الكريم. بالبداية كنت يعني أعيش أجواء مع القرآن وأضع من وقتي يعني جزء مهم للقرآن و يعني أتأهله وأعمل على مراجعته، وكانت حياها جميلة والقرآن بكله جميل في البداية وفي النهاية. في ظل بوتقة المعاناة التي كان يعانيها الحافظ حسين، إلا أنه استطاع أن يحفظ القرآن، عانى من فقدان والده وكان لهذا وقع في قلبه، لكنه بعزم بطموح بأمل وصبر استطاع أن يحفظ القرآن وأن يثبت جدارته أمام كل هذه التحديات. إنه فعلا ما معنى أن تكون ذو عزم وإرادة، فرب همة أيقظت أمة. عانيت صعوبات يعني فقدان الوالد، يعني وكانت هذه من المعاناة و يعني المدارس كانت مدارس التحفيظ كانت بعيدة من المنطقة، بحيث كنا نذهب إلى المساجد اللي هي مساجد بدائية في التعليم. يرى الحافظ حسين أن أفضل المواعيد لحفظ القرآن الكريم هي بالفجر وبالصباح وبمنتصف الليل وما بين المغرب والعشاء. أفضل المواعيد هي يعني ما نص عليها القرآن الكريم، يعني مواعيد الفجر، الصباح، موعد منتصف الليل، هذه هي مواعيد يعني مهيئة للقرآن الكريم بحيث لا يكون هناك إزعاج. لكن المواعيد اللي كنا نتعامل معها هي يعني موعد المغرب مع العشاء، موعد الظهيرة، هذه المواعيد اللي كنا نتعامل معها نحن. هنالك كثير من الآيات التي أثرت على قلب الحافظ حسين والتي تقشعر لها الأبدان، وهنالك آية لها تأثير وتصور خاص وفيها تذكير للنفس. الآيات كثيرة هي المؤثرة والتي تلين القلوب وتقشعر منها الأبدان، لكن في آيات يعني يقف معها الشخص، مثل قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذه الآية لها تصور خاص، لها مشهد عجيب ورهيب، لها أهوال يعني لها تذكرة في النفس، لها أن تعيد النظر مع نفسك ومع تعاملك في أنه هنالك يوم عظيم يعني يندم فيه الذين اتخذوا أوقاتهم لهو ولعب. فهذه هي الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا
ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. العمل قد يأخذ وقت ومن تبعاته التعب والإرهاق، وهذا مما يؤثر على الحفظ والمراجعة. لكن عندما يقوم الإنسان بتنظيم الوقت يستطيع التغلب على كل هذه التأثيرات. العمل له تأثير من ناحية مراجعة القرآن، من ناحية فالعمل له تبعات التعب والإرهاق، وهذا يأخذ بالمقابل وقت آخر. فيعني العمل له تأثير من ناحية القرآن أو من ناحية أي علم آخر تريد أن تسعى إليه. اكتسب الحافظ حسين العديد من الصفات كالصدق والأمانة ومحبة الآخرين، فالقرآن يحمل في طياته صفات عديدة، فهو منهاج حياة للعالمين. القرآن هو منهج حياة للعالمين، والذي يأخذ به فهو منهج حياة له. فمثل الصفات التي اكتسبتها الصدق والأمانة والصبر، يعني والقرآن مليء بالأمثلة والإيفاء بالعهد ومحبة الآخرين، فالقرآن الكريم كله صفات وتوجيهات وإرشادات، يعني يوجه ويأمر وينهى، كل ذلك هو يصب في صالح الإنسان. فالقرآن يحمل صفات عديدة لا نستطيع أن نكسبها بكلها، لكن المسلم يحاول أن يأخذ ما يستطيع من هذه الصفات ويتحلى بها، وهذا هو المنهج الذي يتبعه الإنسان المسلم. يشكر الحافظ حسين من كان لهم دور كبير في مساندته ومساعدته لحفظ القرآن الكريم. أشكر الذين ساعدوني في القرآن الكريم وهم كثر، لكن هنالك أشخاص لهم فضل كبير، مثل الأستاذ عبد الرحمن حمود الذي بدأ معنا في بداية الأمر وأخذ مشوار، ثم بعد ذلك الأستاذ عبد العليم الصحراوي والذي قام الدورة الذي أخذنا معه القرآن بكله، والأستاذ عبد الوهاب المنذري الذي ما زال يساعدنا في القرآن الكريم، وأشخاص كثر لا أستطيع أن أحصيهم. يطمح الحافظ حسين بالنسبة للقرآن القيام بتعليم العديد من الأجيال وتهيئتهم للحفظ وإقامة الدورات لتحفيظ القرآن الكريم، وبالنسبة للعمل يود أن يكون بارعا في التجارة ويشد على نفسه حتى يتوسع ليفتح بقالة تكون تابعة له. طموحي في القرآن الكريم مستقبلا هو تعليم الأجيال ومساعدتهم على حفظ القرآن الكريم، سواء كان هذه المساعدة مباشرة بتحفيظهم أو حتى يعني مساعدتهم عن بعد، يعني تهيئ الجو العلمي، تهيئ الدورات لإقامتها، مساعدتهم على إقامة أنشطة برامج ثقافية، فتكون المساعدة مباشرة أو غير مباشرة.
أما في الجانب العمل فأطمح أن أتوسع في التجارة وأنا يكون أملك سوبر ماركت يعني خاص فيني و يعني أسعى إلى أن أكون أكثر من ذلك، لكن هذه هي خطوات التي يعني تستطيع أن تصل إليها من خلال العمل والمثابرة. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قدم الحافظ حسين نصيحة لكل الناس وقال بتشبيه بليغ: عندما تقترب من الشمس أثناء البرد الشديد القارس في فصل الشتاء القارس فإنك تشعر بالدفء، كذلك القرآن عندما تقترب منه أكثر وأكثر فإنك تتقرب إلى الله عز وجل. لذلك تعهدوا القرآن واقرأوا القرآن تلاوة تجويدا وإتقانا، حافظوا عليه لأنه يقربكم من المولى عز وجل. لذلك احفظوا القرآن واقرأوه واتلوه فإنه روح لكم ووجدان وحياة لكم. أنصح الجميع أولا من الناحية يعني الحقيقية، لو نأخذ مثلا لكل فعل ردة فعل بمثل أن شخص ذهب إلى البستان فمباشرة سيجد الروائح الجميلة من هذا البستان يعني مباشرة، ولو أن شخصا آخر خرج في الصباح إلى الشمس ليأخذ أشعة الشمس فبالمباشرة يعني يكون لديه شيء إيجابي من تقوية العظم، وفوائد الشمس كثيرة، فما بال شخص يعني يغرب من رب السماوات يعني فسيجد انعكاس مباشر من القرآن وسيجد ثمرة حقيقية ليست يعني مجرد ألفاظ، فهذا يعني كلام الله الذي يوجد في هذه الأرض، فسيكون لهذا القرآن أثر في حياته، أثر في واقعه، أثر في تعامله مع غيره ومع نفسه، سيكون له حسن منيع بإذن الله. مشاهدينا ومتابعينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. استمتعنا بقصة الحافظ حسين وكيف كانت معاناته من أجل أن يحفظ القرآن الكريم، وهذا بسبب طموحه وإرادته وعزمه، وصل إلى ما كان يصبو إليه وحقق حلمه في حفظ القرآن الكريم. حسين استمتعنا أيضا بتلاوة عطرة بآيات الذكر الحكيم بصوته الجميل. في هذه اللحظات نود أن نقدم له هدية عبارة عن مبلغ بقيمة 100,000 ريال مقدمة من إسمنت الوحدة، وهذه هدية من أسرة برنامج عشاق القرآن ومن جميع طاقم قناة الصعيدة. شكرا. تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح إن شاء الله، بإذن الله تتحقق كل آمالك وطموحاتك، وبإذن الله تحقق اللي في بالك إن شاء الله. الله يسعدك بالتوفيق، بالتوفيق لك إن شاء الله. وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور، آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه.